السلق من الخضار المهجنة يتواجد على ضفاف الأنهار والبحيرات. تركيبته هو من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر المعدنية الضرورية للجسم كالحديد والكالسيوم والكبريت، إضافة إلى فيتامين A و B و C. ويحتوي السلق أيضا على البيتا كاروتين الذي يقي من الأورام السرطانية وأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ أثبتت الدراسات أنه يحافظ على الخلايا بصورتها السليمة ويمنع تحولها للخلايا السرطانية، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الحمض الأميني. وللسلق فوائد عديدة. يعتبر السلق مفيدا للحفاظ على صحة وسلامة العين، إذ يمنع التدهور المرتبط بحدوث تلف في الشبكية بسبب الشيخوخة والتقدم بالعمر، ما يؤدي لضعف النظر، وهو يقي من الإمساك لكونه من الخضروات الغنية بالألياف الغذائية الضرورية للجسم، ويعد مفيدا لمرضى القلب والسكري، كما يساعد في تخفيض ضغط الدم المرتفع، وتعتبر أملاحه من المواد القوية المضادة للتشنجات. كذلك أثبتت فاعلية مميزة في تقليل خطر إصابة سيدات الحوامل بحالات التشنج الحملي. يمنع السلق الغازات، يعالج القروح الموجودة داخل الأمعاء، مناعم للجلد والبشرة، يعالج الجروح والالتهابات الجلدية عن طريق الأكل وعن طريق وضع الورق على الجروح. السلق ينشط الجسم، يمنع فقر الدم بسبب الفيتامينات الموجودة فيه والحديد، يكسر العطش، منعش لأنه يعيش بالماء ويحتوي على كثير من الماء، وهو يكثر في الخريف والشتاء. السلق يمنع التهابات الجهاز البولي، الكلى والمثانة، يعالج الصداع وأمراض الشقيقة، مهدئ نفسي، يصفي المزاج ويعالج اعتلاله، ويمنع التوتر والضغط النفسي والقلق. السلق يعالج الأمراض الجلدية مثل البهاق ومرض الثعلبة عبر أكله وعبر وضعه على الجلد في المنطقة المصابة. ينصح كل من يعاني من أمراض الكبد والروماتيزم والرمال والحصى في المسالك البولية بعدم تناول السلق أو التقليل من الكميات المتناولة منه، لكونه يحتوي على أكسالات الكالسيوم التي تدخل في تركيب حصى المسالك البولية. يمكن تناول السلق مطبوخا باللحم أو بغيره، أو بإضافة كمية من السلق إلى طبق السلطة اليومي. وبالطبع ينبغي الحرص على تنظيفه بشكل جيد قبل تناوله، سواء أكان نيا أو مطبوخا.